هنروح الأخبار. نبتدي بكرة اليد. كرة اليد أنهت استعداداتها لمباراة القمة غدا، الأهلي والزمالك على مجمع الدكتور حسن مصطفى الساعة 8 مساء. المباراة مؤجلة، كانت مؤجلة للنادي الأهلي مش مؤجلة لنادي الزمالك. النادي الأهلي كان بيلعب بطولة العالم في الدمام، مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، تأجلت مباريات له كثيرة منها مباراة الأهلي والزمالك. بكرة هتتلعب إن شاء الله الساعة 8 زي ما قلت لحضراتكم. المباراة مهمة جدا، الفريق داخل المباراة بالمركز الثاني برصيد 44 نقطة من 15 ماتش، أما الزمالك عنده 43 نقطة من 15 ماتش برضه. طب مين المركز الأول؟ سبورتي. والفرقتين لسه فاضل لهم ماتش مؤجل غير ماتش القمة ده، يعني الماتش ده مهم جدا. طب الدور ده مهم؟ أيوه الدور ده مهم، بس مش آخر المطاف. يعني إيه؟ يعني أنت عندك بعد الدور ده هيبقى في ست فرق هتطلع تلعب السوبر. يعني اللي أقصد أقوله إنه مهم في الترتيب ولكن مش آخر المطاف، يعني مش اللي هيكسب بكرة هيبقى عنده هياخد بطولة. طبعا دي أول لقاء قمة تحت قيادة مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الجديد. خلاص ما بقاش جديد، هو بقاله مع الفرقة قرابة شهرين، لعب مباريات كتيرة جدا. إن شاء الله بكرة يبقى المكسب من حلفنا، ولكن عندنا كالعادة للأسف سوء الحظ بيعاندنا، عندنا عدد من الإصابات، أربع لعيبة تقريبا يغيبوا عن اللقاء بكرة. الحقيقة أربع لعيبة مؤثرين جدا هيغيب بكرة، لاشين وسيسا وفوكس، وبنسبة كبيرة هيكون أحمد خيري كمان معاهم وعبد الرحمن فيصل. خمس لاعبين هيغيبوا بكرة عن الفريق. طيب هيأثروا معانا أكيد، غياب لاعب بيفرق مع فرقة، ولكن أتصور الروتيشن اللي عمله مستر ديفيد ديفيدز الفترة اللي فاتت إدى لكل لعيب في الفرقة دور، وده كان كلامه في المؤتمر الصحفي. قال يا جماعة الإصابات جزء من لعبتنا، لعبتنا عنيفة والإصابات جزء منها، ولازم نعترف ولازم دايما نبقى على أتم الاستعداد إن احنا نستغنى عن لاعب أو اتنين نتيجة الإصابات. ده كان كلامه وهو اشتغل على كده. إن شاء الله بكرة نشوف مباراة جيدة، نتمنى طبعا التوفيق لفرقتنا. بالمناسبة بعد لعب المؤجلات الدوري هيقف، الدور التمهيدي ده هيقف، في ماتش كمان مؤجل هيكون خلصوا المؤجلات، وهيبقى ماتش فاضل مع جزيرة الورد لينا إن شاء الله نكسبه، ويبقى كده خلص الدور التمهيدي للدوري. هيقف، هيقف ليه؟ عشان في بطولة العالم منتخب بيستعد لها، هتلعب في شهر يناير القادم، هتلعب في بولندا والسويد. سبحان الله الايام بتجري، احنا كنا هنا بنقول بطوله العالم على ارض مصر ودي هتبقى اخر بطوله تستضيفها دوله واحده، كنا بنتكلم الكلام ده من يعني في سنه طبعا 2021 يناير 2021. الايام بتجري، الايام بتجري، النهارده بنستعد لبطوله العالم الثانيه اللي وراها على طول في بولندا والسويد. طبعا عدد كبير من المنتخبات، منتخب مصر دلوقتي هو من احسن او من افضل اربع منتخبات على مستوى العالم، رايح بامال كبيره، عايز النهارده ليه لا، ليه ما نحلمش ان احنا ناخد بطوله العالم في وجود عدد كبير جدا من اللعيبه المحترفه في اوروبا، مش بس محترفين، ده لا محترفين ومميزين، محترفين ومميزين في الدوريات الكبيره اللي هم بيلعبوا فيها. فعندنا حلم كبير يا رب نمشي وراه، وكل توفيق لمنتخب مصر انه يقدر ان شاء الله في المونديال يحقق نتيجة كبيرة ومركز أفضل من المركز الرابع. إن شاء الله نكون في النهائي، نتمنى ذلك للمنتخب، ونتمنى التوفيق لفرقتنا بكرة في مباراة القمة الأهلي والزمالك في كرة اليد.